بحلول عام 2030 أمر ممكن. شعار منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة التي أطلقته بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي. وزارة الزراعة شريكها الفاعل في تطبيق هذا المشروع في العراق، طرفان واحد يعمل على تقليل هشاشة الأمن الغذائي في العراق والعالم، وآخر بحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة وتوفير المحاصيل الزراعية ذات القيم الكبيرة للوصول إلى أمن غذائي يشمل الجميع. استخدام التقنيات الحديثة، ثانيا التوسع في زراعة محاصيل تكون يعني ذات قيمة غذائية، لأنه اليوم العالم يتكلم عن كمية ونوعية للغذاء، لذلك نوعية الغذاء جدا مهمة. من هم مصابين بهشاشة في الأمن الغذائي، وذلك نتيجة أعمال الإرهاب والنزوح والنازحين وغيره، وتعطل الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية أدى إلى انعدام الدخل وتقليل المنتوج. هذا أدى إلى هشاشة في الأمن الغذائي، هذه الهشاشة مؤقتة ونتوقع أن يتم التعافي منها سريعا. ارتفاع نسب الفقر والجوع في العراق مدعاة للقلق، بيد أن انتهاء الحروب وأزمات النزوح ستقلل من تلك النسب، خاصة إذا تكاتفت الجهود الداخلية والخارجية. بالتأكيد الأرقام مدعاة للقلق، لأن في السنين الخمس الأخيرة تراجع العراق في نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والصعوبات الاقتصادية، ولكن مع انتهاء النزاع في العراق فإن إلغاء هذا حافز سيدفعهم للتقدم نحو القضاء على الجوع، خاصة مع الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية. A huge issue for Iraq over the past few years. وعلى هامش المؤتمر تم توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO بخصوص التصدي لآفة السوسة الحمراء التي تصيب النخيل، حيث ستمول الفاو هذا المشروع الذي لا يعتبر الأول ولن يكون الأخير في مجال التعاون بين الطرفين. تعاني مناطق سويب والشرطة